ورجعنا لكم بعد الفاصل. النهارده هيكون معانا صوت مغربي جميل بتكتب وبتلحن وبتغني بالعربي وبالانجلش وبالفرنش كمان، مش عن هوايه بس، لا ده عن جداره وعن دراسه، درست الموسيقى في الدار البيضاء. هيكون معانا النهارده المطربه مريم ابو الوفا. صباح الورد عليك يا مريم. صباح الخير، صباح النور. صباح الورد عليك. انا يعني عملت سيرش وسمعت الاغاني الجميله دي، فبصي انا دايما لما بيكون معايا فقره غنائيه بحب دايما الناس تغني على الهوا واسمع صوتهم قبل ما نتكلم، فايه رايك نبتدي كده بحاجه صباحيه خفيفه من صوتك الجميل وبعدين ندردش بقى مع بعض؟ مرحبا. معانا يا مريم؟ أنا معكم. كنت تعرضي الصوت عليا بيوصل على لك متاخر. عفوا. الصوت بيوصل لك متاخر؟ لا وصلني الصوت، ولكن طب كان ظن بالله واش اقترحتي عليا باش نغني شي حاجة. بصي يا مريم، انا عندي مشكله كبيره، انا هعترف لك على الهوا، انا عندي مشكله كبيره مع المغربي، فانا سمعت كل حاجه، ان افهم كلمه انا ما فهمتش حاجه خالص، فهنعيد تاني. قولي لي تاني. هجيلك بعد الهوا ناخد غادي كورسات نكون واحد مغربي. العمل ديال محاولة ديال التحدث باللغة العربية الفصحى، لكن لدي ركاكة كبيرة في ليست لدي لا سلاسة انت في كده تمام التحدث قوي، يعني العربي. اول ما اتكلمتي بالراحه باللغه العربيه احنا كده، انا كده معاكي تمام قوي. قولي لي بقى، ممكن نغني حته بسيطه كده الاول وبعدين انا محتاجه ادردش معاكي، فممكن لا نغني في حته بسيطه الصباح الاول؟ ما كنظنش بالله أنها فكرة جميلة باش فرحت عليها، ولكن ما كنظنش بالله على الاستعداد على باش نقدر انت مش مستعده انك تغني؟ طب خلاص ما هندردش كنظنش. شويه، انت قلقانه، هندردش شويه وبعدين مش هسيبك برضو هتغني على الهوا، بس تمام. قولي لي بقى، كلميني على الالبوم بتاعك اللي هو فيه 11 اغنيه، يعني اول البوم تعمليه يكون فيه 11 اغنيه مره واحده؟ الناس بتنزل باغنيه حاجه كده دي وبسيط، انت ما شاء الله البوم كبير فيه 11 اغنيه وفي كمان مجموعه من الفنانين بيشاركوك الالبوم ده، فكلميني عن الالبوم بتاعك. بالطبع كاين واحد الخلاف وفات ما بين إصدار الألبوم في أوروبا وإصدار الألبوم في الدول العربية. غالبا في الدول العربية كان ممكن يكون إصدار ديال موسيقى سينجل بسينجل، ولكن في أوروبا بالفعل كاين تكون إصدار وإخراج مجموعة الأغاني دفعة واحدة. هذا العمل كنت درته، الألبوم ديال الأول كنت درته في 2020 في قلب الكوفيد، مريم، وكان الألبوم الجديد ده فيه 9 مطربات معاكي صح كده؟ هذا الألبوم اللي هو مشاركة مع دومينيك تالكو. أنا كان عندي شرف كبير على أنني كنت مدعوة حتى باش ندير هذه المشاركة مع الكولابوريشن مع دومينيك تالكو، اوكي وكان فخر لي على أن الاسم ديالي يكون بجوار مطربات كاتبات وملحنات اتجمعتوا مهمة. ازاي؟ اتجمعتوا ازاي على فكرة يلا يا جماعة احنا هنعمل ألبوم مشترك بينا احنا كلنا؟ يعني جمعتوا بعض صراحة ازاي؟ الفكرة جات لكم منين؟ هي الفكرة ديال دومينيك داركو، هو اللي كان هو عنده أصول لبنانية وتزاد في لبنان، اوكي وهذا العمل هو عمل أوتوبيوغرافي اللي كي يشتغل عليه، وهو اللي در صلة الرحم ما بيناتنا احنا المغنيات العرب صراحة هذا المشروع ديالو، وحنا كنا مدعوين على أننا نشتغلوا معاه والفكرة ديالو، وحبيتها بزاف لحقاش كان هنايا واحد اللم ديال بزاف ديال المطربات بزاف الأشغال. أنا براسي اكتشفت مثلا مغنيات اللي ما كنتش كنعرفهم في العالم العربي، وكان شرف ليا كبير على أنني نغني بجوار أسماء اللي محبوبة جدا. خليني اقول لك، انت مش بس بتغني، انت بتغني وبتالفي وبتلحني وبتعزفي كمان وجيتار، ده اللي انا عرفته، ودارسه مزيكا، فحبك وشغفك الفظيع ناحيه المزيكا ده اللي هو انت مش عايزه تسيبي حاجه، انت عايزه تالفي وتلحني وتغني، يعني المشروع كله وان مان شو زي ما بيقولوا. وان وومن شو ازاي قدرتي تعملي كل ده وانا شايفه انت سنك صغير؟ هنسميها وان وومن شو بقى عشان شكرا. احنا كمغربية تنقولوا صغيرة على كم السبع، ما عرفتش واش كتعرفوا هذا التعبير هذا، ولكن المهم شكرا. بالنسبة لي شنو اللي كنت بغيت نقول لك؟ بالنسبة صراحة الموسيقى هي كانت عندي بعفوية صراحة، ما كانش عندي توقع على أنني نولي كنشتغل في الميدان الموسيقي كحرفية. زعما لقيت راسي كنشتغل دايما كنلعب شوية الموسيقى هنايا، كندوز فيها الوقت أكثر شوية، واحد الوقت تنبغي لا احنا عايزين نألف. نعرف انت ازاي دخلتي القصة دي وانت ما كانش عندك توقع اصلا.